أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله هنبتدئ المحاضرة الأولى في الريبرودكشن، وهي خاصة بالميل ريبرودكتيف سيستم. هنبتدي على طول بالمحاضرة، لأن ما عندناش طبعا مالتيبل تشويس، لأنها دي أول محاضرة في الميل ريبرودكتيف سيستم، ويعني نتمنى أنها ناخدها over one lecture. وكما قلت وأقول دائما، هذه المحاضرات لصالح الأطفال ولمساندة الأطفال من المصابين بالسرطان. فنتوكل على الله ونبتدئ. طيب، نعدل شوية من وضع طيب عايزين كده أفضل. نبتدي الأول بنتكلم على الأناتومي of the male reproductive system. فالميل reproductive system في عندي البرايمري سكس اورجان وفي السكندري سكس اورجانز. طبعا البرايمري سكس اورجان هو التستس، ومش عاوز حد يغلط ويقول خطا ان هو البينس، ده يبقى خطا جسيم. البرايمري سكس اورجان هو التستس ان ميل والاوفرز ان فيميل. اما فيما عدا التستس فهذا عباره عن secondary sex organs. فبنقول الآتي يا أولاد، إن الـ primary sex organ ده لو خدنا cross section في التستس أهو، هنلاقي الوضع كالآتي: في seminiferous tubules وحواليها في interstitial cells. التسكلز have got endocrinal and exocrinal function. الاكسوكراينال فانكشن انها بتعمل سبرماتوجينس، بتطلع سبيرمز عن طريق دكت، يبقى ده اكسوكراينال فانكشن. اما الاندوكراينال فانكشنز فدي بتقوم بها الانترستيشال سيلز، بتطلع مجموعه من الهرمونات اهمهم على الاطلاق هو التستوستيرون، ده اللي هو الميل سكس هرمون. لا ننسى ان السيمينيفراس تيبيولز اللي هي قلنا بتعمل سبرماتوجينيسيس، بتكون سبيرمز، ونسمي عمليه تكوين السبيرم سبرماتوجينيسيس. في حاجه تاني جنبها مهمه جدا هنا اسمها سيرتولي سيلز، دي بتبقى سؤال نظري مهم عن وظائف سيرتولي سيلز. يبقى اول حاجه البرايمري سكس اورجان هو التستس، وقلنا التستس هاز جوت تو فانكشنز، اكسوكراينال فانكشن اللي هي سبرماتوجينسيس، واندوكراينال فانكشن بيقوم بها الانترستيشال سيلز انها بتطلع هرمونز اهمهم التستوستيرون. نيجي بقى السكندري سكس اورجانز. سكندري سكس اورجانز دي كالاتي: عباره عن سيستم اوف تيوبز اند داكتس. يعني بعد التست كده اهو بنلاقي هنا الابيديديمس، ودي طولها حوالي 6 سنتي. يجي بعدها الفاس ديفرانس بالشكل ده. دي أول حاجة، سيستم اوف تيوب اند داكتس. بعد كده عندي الاكسسوري جلانس ثلاثة: سيمينال فيسكل، الحويصلة المنوية، ودي أهم حاجة في الام اس كيو، إنها بتطلع 60% من إفراز السيمن، حتى عشان كده اسمها سيمينال فيسكل، الحويصلة المنوية، يعني اسمها بيبدو منه إن دي بتدي المكون الأساسي للسيمن. ولكن أهم حاجة بتطلعها اللي هي الفراكتوز، اللي هو غذاء السبيرمز. نيجي تاني جلاند عندي اللي هي البروستات، غدة البروستاتا، ودي بتفرز 30% من افراز السيمن. واهم حاجة فيها في الام اس كيو ان هي دي اللي بتخلي السيمن الكالاين. ايه اهمية ان السيمن يبقى الكالاين؟ قلنا حاجتين يا اولاد:
تو نيوترلايز، انتوا بتقولوا واحده منهم الاسيديتي اوف فاجينا، وكمان تو نيوترلايز الاسيديتي اوف ميل يوريثرا. يعني نفس الميل يوريثرا والفيميل فاجينا لان هما كونكتد مع الاتموسفير، مع الجو الخارجي، فعرضه يدخل فيها بكتيريا. فعشان كده ربنا خلى الوسط في الميل يوريثرا والفيميل فاجينا اسيديك. طب لو حطيت السبيرمز في وسط اسيديك زي ما هيموت البكتيريا هيموت السبيرم. يبقى اذا لازم نعادل هذه الاسيدي. ده مسؤوليه البروستيت اللي بتطلع 30% من السيمن، وقلنا انها في هذه الحاله السكريشن بتاعها بيبقى الكالاين. تمام. نيجي بعد كده تاني حاجه بتطلعها البروستيت اللي هي الاوكسي او يعني الاوكسيتوسين، اسف، از نيدد فور بروستاتيك فانكشن. طبعا الاوكسيتوسين ده بيطلع بالبيتيوتري، لكن طب واحد يسال ليه في اوكسيتوسين في الميل مهم البروستاتيك فانكشن؟ في حاجه ثالثه مهمه في البروستيت اسمها بروستاتيك سبيسيفيك انشين او بي اس اي، كل الناس حافظاها. ده وظيفته الفسيولوجيه ان هو هيدرولايز الانهيبيتور للسبيرم موتيليتي، يعني بيشيل الحاجه اللي بتعوق حركه السبيرم. لكن له اهميه اكلينيكيه رهيبه ان ده احد دلائل الاورام، تيومر ماركر، من ضمن الاورام او السرطانات المهمه جدا في الميل اللي هي البروستاتيك كانسر. طب نعرف ازاي في بروستاتيك كانسر او لا؟ بنقيس البي اس اي بروستاتيك سبيسيفيك انشن، فهو بيزيد في الكانسر. لكن عشان ما حدش يتخض لو حد ليه قريب لقاه زايد، ممكن يزيد في احوال تانية مش لازم كانسر، بناين تيومر، ورم حميد، او ايفن بروستاتايتس، التهاب البروستاتا. يبقى بيزيد في التضخم الحميد للبروستاتا اللي هو البناين انلارجمنت اوف ذا بروستيت، في الايتس، في البروستاتايتس، التهاب البروستاتا. ولكنه ليه من دلائل الاورام؟ لانه بيزيد في حالات الكانسر. تالت اكسسوري جلاند اللي هي الكوبر جلاندز، ودي بتطلع 5% من السيمن، وهي دي اللي بتطلع الميوكس. تالت حاجه في السكندري سكس اورجنز هو البينس، يعني البينس ده سكندري سكس اورجن. في نقطه مهمه جدا هتهمنا وهنجيلها بعد قليل، ان السبرماتيك ارتري والسبرماتيك فين بيبقوا في البامبيني فورم بلكسس اللي هي الضفيره المحلقيه، سموها البامبيني فورم بلكسس، ضفيره محلقيه، بيبقوا ان كونتاكت ويز ايتش اذر، ودي مهمه جدا هنشوفها في الوظائف. دي كانت يعني صفحه تضيع وقت اقرب منها لاي شيء اخر. يبقى تاني البرايمري سكس اورجان هو التستس في عجاله، وده له التستس has got two functions. Exocrinal اللي هو السبرماتوجينسيس بتقوم بها السيمينيفروس تيبيولز اللي بتحتوي بالاضافه للجيرم سيلز اللي بتعمل السبرماتوجونيا السيرتولي سيلز. و endocrinal function بيقوم بها الانترستيشال سيلز، ودي بتطلع الهرمونز مينلي تستوستيرون. اي حاجه ما عدا التستس فهي سكند سكس اورجنز، ودول ثلاث حاجات: سيستم اوف تيوبز اند داكتس اللي هم الابيديديمس والفاس ديفرنس، ثلاثة اكسسوري جلاندز، السيمينال فيسكل اللي بتشكل 60% واهم حاجه بتطلعها الفركتوز، البروستيت اللي بيشكل 30% من افراز السيمن واهم حاجه انه الكالاين، ولا ننسى ان البروستاتيك فانكشن بتعتمد على الاوكسيتوسين، وان في حاجه مهمه قوي قوي اسمها البي اس اي، مهمه فيسيولوجيا انها بتنهبت او بتهيدرولايز الانهبيتور اللي بيمنع السبيرموتيلتي. اما الاهميه الاكلينيكيه انها من دلائل الاورام، بتزيد في الاورام الحميده، الاورام الخبيثه، وفي الالتهابات. وثالث غده اللي هي الكوبر جلاندز. ثالث حاجه عندنا في السكند سكس اورجنز اللي هو البينس. انا عاوز بقى اللي عاوز يبقى يراجع اولاد يعيد الفيديو عشان عاوز عندي اقول كميه كبيره. طيب نيجي اول سؤال نظري عندنا لطيف جدا. ايه الفانكشنز اوف سيرتولي سيلز اللي هي الخلايا المثلثه دي؟ فانكشنز اوف سيرتولي سيلز من اهم الوظائف والاسئله. في اربع وظائف. الوظيفه الاولى
سيرتولي سيلز هي الأم الحانية للسبيرمز، للحيوانات المنوية، من حيث انها بتعمل لها نارشمنت، يعني نارشينج يعني بتغذيها، وبروتكتيف رول، دي اول حاجة. وطبعا احنا عرفنا ان النيوترينت في السيرتولي سيلز هو الجلايكوجين. تاني وظيفة فاجوسيتيك رول، ان في اثناء عملية السبرماتوجينيسيس اللي بيتكون فيها ملايين من السبيرمز بيطلع دبرز، يعني حتت صغيرة كده ممكن تيريتيت السبيرمز. فالسيرتولي سيلز تاني وظيفة انها بتنجلف، بتلتهم الريزيدوز اللي هم البقايا الدبرز دي during spermatogenesis. طيب تالت وظيفة ان البلاد تيستس بارير، ما هو الا اسمع دي مهمة قوي بقى في الام اس كيو، ما هو الا tight junction of sertoli cells. التايت جانكشن اوف سيرتولي سيلز هو اللي بيعمل بلاد تيستس بارير. وهذه الوظيفة الثالثة ومصادفة جميلة بتنقسم لثلاثة، يعني ثالث وظيفة فيها ثلاث كلمات. ليه في بارير؟ تملي انا اقولها بطريقة طفولية يا اولاد. اعتبر البارير ده زي السور اللي بتحطه حضرتك حوالين الفيلا بتاعتك. ليه؟ لثلاث اسباب بنحط السور. عشان نحافظ على قطعة الارض اللي بنمتلكها. يبقى هنا نقولها بطريقة تانية، to keep the composition of seminiferous tubular fluids، يعني يحافظ على تركيب الفلويد اللي جوه السيمينيفروس تيبيولز. هذا الفلويد بيتعمل بالسيرتولي سيلز. طب ويفرق عن البلازما في ايه؟ ده اسئله ام اس كيو. في انه في مور بوتاسيوم واندروجين، وخد بالك من اللي جاي دي مهمه قوي، وايستروجين الهرمون الانثوي. هنشوف الهرمون الانثوي ده اهميته في السبرماتوجينس، ولكنه يحتوي ليس بروتين اند جلوكوز. يبقى اول وظيفه لل بلاد تيستس بارير هي المحافظة على تركيب السيمينيفراس تيوبولار فلويد اللي عملته السيرتولي سيلز، واللي هو بيتميز بانه اغنى في البوتاسيوم والاندروجين والايستروجين، وافقر في المواد الغذائية اللي هي البروتينز والجلوكوز. تاني وظيفة، انت ليه حضرتك حاطط سور حوالين الفيلا بتاعتك؟ عشان تمنع خروج الدوميستيك انيمالز، عندك كلاب، عندك قطط، عشان ما تطلعش بره. نفس الكلمه هنا، بريفنتس الانتيجينيك برودكتس اوف سبرماتوجينز، لالا يتسرب بعض الانتيجينز اللي موجوده في عمليه السبرماتوجينز تروح البلاد. واحد يقول لي ايه الخطوره في دي؟ اسمع المفاجاه هنا بقى. الاميون سيستم، جهاز المناعه، لا يعلم شيئا عن السبيرمز، ما عندوش اي فكره. السبيرمز بالنسبه له دي كائن غريب، فلو تسرب بعض الانتيجينز الخاصه بعمليه السبرماتوجينيسيس وراحت الدم، الاميون سيستم هيكون ضدها انتي بوديز، والانتي بوديز دي بقى هتعمل ايه بقى؟ هتعبر للتيستكلز وتحطم السبيرمز اولا باول. يعني لو طلع الانتيجينيك برودكتس دي بره في البلاد ولو مره واحده، الاميون سيستم هيلقطها ويتعرف عليها على انها حاجه غريبه، ينتج ضدها انتي بادز تقتل السبيرم اولا باول. وهذا هيحدث يا اولاد، اقولها لكم في التطبيق الاكلينيكي، لو حصل انسداد في الداكتس اللي بتنقل السبيرم، فهيحصل ارتجاع للسبيرم للدم، كده العمليه باظت. لان السبيرم لما ترتجع الاميون سيستم لا يعرف عنها شيء، هيشوفها يكون ضدها انتي بادز، الانتي بودز بقى هتهاجم السبيرمز اللي بتتكون جوه التستكلز اولا باول، ويصبح الشخص ده في معظم الاحوال عقيم، الا اذا تنبهنا للاوبستراكشن فيري ايرلي وفكناه. يبقى تاني وظيفه للبارير انه بيمنع خروج، قلنا الدوميستيك انيمالز، الحيوانات الاليفه اللي عندنا، اللي هي مين بقى الحيوانات الاليفه؟ اللي هي السبيرمز. ما يخرجش نتائج الانشنز بتاعتها بره للبلاد الا الاميون سيستم يعمل ضدها انتي بوديز اللي هو الاميون ريسبونس. طب السؤال الثالث، ليه حاطين سور حوالين الحديقه؟ عشان نمنع اللصوص انهم ينطوا جوه. يبقى نفس المنطق، تو بريفنت التوكسينز والنوكسيس ايجنتس
from passing to testicular fluid from blood to testicular fluid. يعني نمنع اي حاجة ضارة او سامة انها تنتقل من البلد للتوبولار فلويد. يبقى ده وظائف البلد تستس بارير. يبقى ثلاث وظائف اوعى تنساهم. يبقى هو مين اساسا هو البلد تستس بارير؟ هو التايت جانكشن ما بين السيرتوري سيلز. تخيل دي سيرتوري سيلز ودي سيرتوري سيلز. البلد تستس بارير هو التايت جانكشن ما بينهم. وده ليه ثلاث وظائف تفتكرهم بطريقه طفوليه زي قلنا الحاجه بتاعه السور الفيلا بتاعتنا، انه هذا السور بيحافظ على الكومبوزيشن بتاع السيمينيفروس فلويد، بيمنع خروج الحاجات بتاعتنا اللي هي فين بقى الانتيجنز بتاعت السبير عشان ما تعرفش عليها الاميون سيستم، بيمنع دخول التوكسينز او المواد المؤذيه النوكليس ايجنتس اللي ممكن تمنع عمليه السبرماتوجينيسيس، لان زي ما هنعرف ان السبرماتوجينيسيس دي عمليه فيري فراجايل لا تتحمل اي اريتيشن. الوظيفه الرابعه والاخيره في السيرتوري سيلز، وهي مصادفه جميله برضو، ان السيرتوري سيلز عندها سكريتوري رول بتطلع اربع حاجات. يبقى الثالثه اهي افتكر ثلاثه والرابعه اربعه. يبقى الثالثه ثلاثه والرابعه اربعه. ثانيه عشان الليزر بس دوست بالخطا. تعال نشوف مين الاربع حاجات اللي بيطلعوا. يبقى واحد هرمونز، دي اول واحده في الاربعه، ده دي فيها مجموعه بتطلع السيرتولي سيلز انتيجين بايندينج بروتين، حتى اختصاره اي بي بي زي ارتيريال بلاد بريشر، بس ده انتيجين بايندينج بروتين. يمسك الانتيجين ليه؟ لان احنا عمليه السبرماتوجينيسيس عاوزه تركيز عالي من الاندروجين في التستس، فعشان ما يتسربش يخرج بره البلط التستيرتولي سيلز بتطلع بروتين يمسك الانتيجين. دي واحده. نمره اثنين بتطلع موليريان انهيبيتنج سابستنس، هنفهم ايه قيمتها دي في عمليه تميز اعضاء الذكريه الى اعضاء ذكريه، هناخدها الموليريان انهيبيتنج سابستنس. بتطلع نمره ثلاثه اكتيفين بيزود الاف اس اتش، وانهيبين من اسمه يقلل الاف اس اتش، وبتطلع وهذه هي المفاجاه بقى ايستروجين. واحد يقول لي هو الميل الذكر عنده هرمون انثوي اللي هو الايستروجين؟ اقول له اه. مين اللي بيطلعه؟ السيرتولي سيلز. طب بتطلعه ليه؟ تصور ان اكثر العمليات ذكوريه في الذكر وهي تكوين السبير تحتاج الى وجود سمول اماونت اوف ايستروجين للهرمون الانثوي. يعني الهرمون الانثوي مهم الاهم عمليه ذكوريه في الذكر وهي تكوين السبير. حتى بقولها انتوا ما بتنسوش الحكايات، بتنسوا المعلومات، فبقول كما انه وراء كل رجل عظيم امراه، وراء كل سبير سمول اماونت اوف ايستروجين. زي ما وراء كل رجل عظيم امراه في ورا كل سبير سمول اماونت اوف ايستروجين. طب خد اللي بعدها، السيرتولي سيلز بتطلع اروماتيز انزايم، ده بيعمل ايه بقى؟ هو ده اللي بيكونفيرت بعض الاندروجين هرمون الذكري الى ايستروجين. وبرده قلتها وبقولها تاني، قلتها في الاندوكراين يا اولاد، قلت ان قصه الخلق اللي اتفقت عليها كل الاديان، وان ربنا خلق الاول ادم ثم انتزع منه حواء، اخذ منه حواء. فالناس بيقولوا دي، يعني بيتهمونا الناس اللي بيتهموا الناس المؤمنين بان دي اساطير. تصور ربنا سبحان الله لم يترك نفسه بلا شاهد، يعني هو بيدعونا ان احنا ننظر في انفسنا. لا، كل مره الايستروجين اللي هو يمثل انثى لا يمكن الانسان يكون الهرمون الانثوي على طول، لازم الاول يكون اندروجين اللي هو هنا يعادل ادم، ثم يؤخذ منه الايستروجين بواسطه الاروماتيز انزايم. فالسيرتولي سيلز ازاي بتجيب ايستروجين؟ بتعمل اروماتيز انزايم يحول بعض الاندروجين الى ايستروجين. اليست هذه هي قصه الخلق؟ ان الاول ادم وبعدين اتاخد منه حواء. فربنا بيدعونا ان احنا ننظر في انفسنا، ربنا بيقول لنا انظروا فانبص،
نلاقي جوه جسم الانسان ولا مره الاستروجين يتكون على طول، لازم الاول نكون اندروجين وبالاروماتيز انزيم نحول بعضا منه الى استروجين. المهم ومهم عمليه الاسبرماتوجينس، لان قلنا كما انه وراء كل رجل عظيم امراه، وراء كل سبيرم سمول اماونت اوف استروجين. تعال ثاني بيطلع من السيرتوري سيلز، بتطلع السيرتوري سيلز بروتوليتيك انزيمز. ده يعمل ايه بقى؟ يديزولف التايت جانكشن ما بين السيرتوري سيلز عشان يدي فرصه للسبيرم انها تطلع في الداتس. ورابع حاجه انها بتطلع السيمينيفراس فلويد اللي هو قلنا انه ريتش ان بوتاسيوم واندروجين واستروجين وفقير في البروتين والجلوكوز. ده واحد من اهم الاسئله يا اولاد اللي هو فانكشنز اوف سيرتوري سيلز. اول وظيفه واحده وتعين تاني وظيفة، خد بالك بقى التالتة تلاتة اهي اهي هوريها لك، التالتة تلاتة والرابعة اربعة واقولها في عجالة تاني. يبقى اول وظيفة ان السيرتوري سيلز اللي هي الخلايا المثلثة دي هي الام الحانية للسبيرم، بتعمل نارشينج اند بروتكتيف رول، بتغذيه بتوكله بروتكت زي الام مع البيبي، بتغذيه بالجلايكوجين. طب تاني حاجة انها بتشيل اي حاجة تضايقه، فاجوسيتي كرول ان كنتيجه لعمليات الاسبرماتوجينسيس بيطلع دبر صغيره، هي بتلتهمها اولا باول. ثالث وظيفه ودي لوحدها مهمه جدا، انها التايت جانكشن ما بين السيرتوري سيلز هي البلاد تيستس بارير. طب ايه اهميه البارير؟ قلناها بطريقه لطيفه قوي يا اولاد، انه انت ليه بتعمل سور حديقه؟ قلنا عشان تحافظ على الكومبوزيشن بتاع قطعه الارض بتاعتك. فالبلاد تيستس بارير ده بيحافظ على الكومبوزيشن بتاع السيمينيفراس تيبيولز اللي هو بيتميز بانه اغنى في البوتاسيوم والاندروجين والاستروجين وافقر في البروتين والجلوكوز. ليه في سور حديقه؟ عشان الدوميستيك انيمالز الحيوانات الاليفه اللي جوه ما تخرجش، عشان نواتج الاسبرماتوجينيسيس اللي هي الانتيجين ما تخرجش لان الاميون سيستم ما يعرفهاش، هيعمل ضدها اميون ريسبونس. طب ليه في سور حديقه؟ عشان الحاجات الوحشه ما تدخلش، اللصوص اللي هم في حالتنا احنا مين بقى؟ التوكسينز والنوشيس ايجنتس اللي هو الحاجات المؤذيه، لان قلنا عمليه الاسبرماتوجينسيس عمليه دقيقه جدا. يبقى ثالث وظيفه وهي البلاد تيستس بارير فيها ثلاث وظائف، طب رابع وظيفه هي السكريتوري رول لطيفه فيها اربعه، يبقى الثالثه ثلاثه والرابعه اربعه. انها بتطلع هرمونز اللي هم مين بقى؟ الاندروجين بايندينج بروتين، وقلنا ليه؟ عشان يمسك الاندروجين، عشان عاوزين تركيز عالي الاندروجين جوه في التستس يساعد عمليه الاسبرماتوجينس. وبعدين موليريان انهيبيتنج سبستانس هنقولها دلوقتي حالا، تساعد في السكس ديفرنشيشن، في تميز الذكر لذكر. وبعدين اكتيفين يزود الاف اس اتش، وانهيبين ينقص اف اس اتش، وايستروجين. تخيل كل ميل عنده شويه ايستروجين مبعثها اهو في التستس السيرتوري سيلز. طب ازاي بيعمل الايستروجين ده؟ نمره بيه انه بيكونفرت بعض الاندروجين الايستروجين بمساعده الاروماتيز انزيم. وقلت عشان ما تنساهاش، في الذكر وفي الانثى لا يمكن يتكون ايستروجين على طول، لازم الاول اندروجين ادم ثم يؤخذ منه حواء اللي هو الايستروجين بواسطه الاروماتيز انزيم، ثم بروتوليتيك انزيمز تديزولف التايت جانكشنز، ورابع حاجه بتعمل تيوبولار فلويد ريتش ان بوتاسيوم. ده كان سؤال نظري مهم قوي يا اولاد. طيب نيجي الاسبرماتوجينسيس، ده المفروض ان هو سؤال هيستولوجي اساسا فهقوله في عجاله. عمليه الاسبرماتوجينسيس دي فور فيزز، اربع خطوات بتاخدوها في الهيستولوجي. انما اللطيف انك تعرف ان كل فيز كل مرحله بتاخد 16 يوم، وعليه المراحل الاربعه ياخدوا 64 يوم. يعني عشان تعمل نيو سيت اوف سبيرمز عاوز شهرين 64 يوم. في اول ستيج اسمه بروليفراتيف فيز، 1 برايمري سبرماتوجونيا بالميتوزيس يدي 16 سكندري سبرماتوجونيا، وعشان كده سموها بروليفراتيف فيز. انت عارف عدد السبيرمز بيبقى بالملايين، ففي اول مرحله الواحد بيدي 16، فعشان كده سموها بروليفيراتيف مرحله التكاثر. ثم تاني مرحله اللي هي مرحله الجروث،
فيها 1 سكندري سبرماتوجونيا يدي 1 برايمري. هنغير الاسم بقى سبرماتوسايت، من جونيا حاجه مخلقه لسايت خليه. ثالث مرحله وهي الاهم بقى اولاد ركزوا فيها اللي هي الماتوريشن، ان 1 برايمري سبرماتوسايت بالميوزيس يعني الانقسام الاختزالي يدي 2 سكندري سبرماتوسايت. ال1 برايمري سبرماتوسايت عنده الديبلويد نمبر اوف كروموزومز، انما السكندري سبرماتوسايت عنده الهابلويد نمبر نصف عدد الكروموزومات. ده اهم سؤال هنا عاوزك تركز فيه. يبقى اما يقول لك الانقسام الاختزالي اللي هو الميوزيس اللي فيها عدد الكروموزومات بتنقسم للنصف عشان هيقابل النصف الثاني اللي جاي من الاوفم، بيحدث في انهي مرحله؟ الميوزيس بيحدث في المرحله الثالثه اللي فيها 1 برايمري سبرماتوسايت بيدي 2 سكندري سبرماتوسايت. وبقولها بطريقه لا تنسى ولطيفه جدا، اوعى تنساها، البرايمري سبرماتوسايت عنده الديبلويد نمبر اوف كروموزومز، بينما السكندري سبرماتوسايت عنده الهابلويد نمبر، يعني الواحد 2 والاثنين 1. البرايمري عنده الديبلويد نمبر اوف كروموزومز، بينما السكندري عنده ال هابلويد نمبر. يبقى اذا الانقسام الاختزالي حصل منين بقى؟ اوعى تنساها، في ستيج 3، في ستيج 3 من البرايمري سبرماتو سايت الى السكندري سبرماتو سايت. ال1 برايمري سبرماتو سايت بيحتوي الديبلويد نمبر، انما السكندري سبرماتو سايت بيحتوي ال هابلويد نمبر. دي اهم نقطه في الباقي ده معلومات هيستولوجي. طيب نيجي الخطوه الرابعه بقى اللي هي الترانسفورميشن، انه ال1 سبرماتيد هيتحول الى 1 سبرماتوزوا او سبير. يبقى اربع مراحل، المرحله الاولى كترناهم بروليفيراتيف، الثانيه نميناهم جروث، اهم مرحله الثالثه الماتوريشن اللي هي الانقسام الاختزالي اللي فيها ال1 برايمري سبرماتوسايت ادى 2 سكندري سبرماتوسايتس بيحتوي نصف عدد الكروموزومات، وبعدين اخر مرحله اللي هي الترانسفورميشن السبرماتيد بيتحول الى سبرماتوزوا. طيب تقل الى سؤال نظري بيبقى الحقيقه رخم لو جه، بس احنا زي ما بنقول كورس كامل متكامل. ساعات يجي سؤال يقول لك ايه، تعرف ايه عن السبيرميشن والسبيرمي كاباسيتيشن؟ بيجي نادرا، بس سؤال صعب. سبيرميشن وسبيرمي كاباسيتيشن. سبيرميشن، تخيل حضرتك احنا قلنا من هي الام الحانيه للسبيرم؟ السيرتولي سيلز. طول ما السبيرم عايش في السيرتولي سيل وهو عايش اهي في السيرتولي سيلز، تخيل ده كفي، هو ده السيرتولي سيلز وده السبيرم جواه، فهو اماتيور غير ناضج ونوت موبايل غير قادر على الحركه. السبيرميشن انك تعمل اكستروجن تطلع هذا السبير من السيرتولي سيلز للابيديديمس بره للداكس بقى عشان يمشي، وفي هذه الحاله بيتحول من اماتيور واموبايل الى ماتيور اند موبايل، فهسموا العمليه دي سبيرميشن. يبقى يعني ايه عمليه سبيرميشن؟ يبقى عباره عن الاكستروجن يعني اخراج ان ماتيوريشن of immobile يعني كان غير متحرك، كان immature و immobile sperm وهو في السيرتولي سيلز اصبح موبايل وماتيور اول ما دخل في الابيديديمس. طب العمليه دي مين اللي بيساعدها؟ مين اللي بيخرج السبيرم الغير قادر على الحركه والغير ناضج الى الابيديديمس حيث يتم نضجه هناك ويصبح قادر على الحركه؟ اول حاجه المايو ابثيليال سيلز، حتى من اسمها كونتراكتايل سيلز، ماي يعني زي المصل، ماي ابثيليال سيلز تعصر السيرتولي سيلز تطلع منها السبيرم. تاني حاجه احنا قلنا السيرتولي سيلز ماسكه ببعض بايه؟ بتاي جانكشن، يبقى لازم نفكه عشان نطلع السبيرم، يبقى محتاجين بروتوليتيك انزيمز جايه من السيرتولي سيلز. تالت حاجه ان البروستيت بتطلع ريلاكسين هرمون يساعد عمليه السبيرميشن. يبقى ما هو السبيرميشن يا اولاد؟ حاجتين، الاخراج والانضاج. الاكستروجن يعني اخراج، وماتوريشن يعني انضاج. لمين؟ السبيرم يتميز بشيئين، انه اماتيور وايموبايل.
ساعة ما يتنقل الإبيديديميس يصبح ماتيور وموبايل. مين يعمل العملية دي؟ الماي إبيثيليال سيلز، البروتوتيك إنزيمز أوف سيرتولي سيلز، وريلاكسين هرمون بتاع البروستيت. تمام؟ طيب أمال إيه عملية السبيرم كاباسيتيشن؟ بسميها أكل ومرعى وقلة صنعة. لازم السبيرم قبل ما يفكر ويجرؤ ويتجاسر انه يقرب من الاوفم عشان يعمل لها فيرتلايزيشن، لازم يقعد 7 ساعات في الفيميل ريبرودكتيف تراك. يبقى السبيرم كاباسيتيشن هو التايم نيدد، الزمن اللي بيحتاجه السبرماتوزوا او السبيرم في الفيميل تراك، وهو يقدر ب7 ساعات. ليه بقى بيقعد 7 ساعات؟ بيعمل ايه؟ to acquire الكاباسيتي، عشان يكتسب المقدره انه يفرتلايز الاوفم، انه يخصب الاوفم. to acquire ايه؟ الكاباسيتي، المقدره. عشان كده سموها ايه؟ سبيرم كاباسيتيشن، يعني اكتساب السبيرم المقدره على اخصاب البويضه، يحتاج ان يقعد 7 ساعات في الفيميل ريبرودكتيف سيستم. بيحصل ايه بقى في ال7 ساعات دي؟ 1، بتزيد الموتيليتي اوف ذا سبيرم. 2، بيعمل بريباريشن لاكروزوما رياكشن، وبقولها بطريقه لطيفه يا اولاد عشان ما تنسوهاش، بقول بيعمل دماغ. الاكروزوم في اللغه اكرو، فاكرين لما قلنا اكروميجالي اطراف كبيره؟ فاكرو يعني طرف، وزوم يعني جسم. جسم طرفي بيبقى في الكاب، في الهيد اوف ذا سبير. بيحصل في الهيد اوف ذا سبير حاجتين، بنشيل الجلايكوبروتين لير عشان يبان الريسبتور اللي هتمسك في الاوف دي واحده، والثانيه بيحصل ان البروتوتيك انزيم في اللايسوزوم تتنشط عشان يقدر يعمل بريتريشن لجدار البويضه. هو ده عمليه الاكروزوما رياكشن. يبقى ما هي الاكروزوما رياكشن بقى؟ تعال نشوف. يبقى الاكروزوم الاول قلنا هو الجسم الطرفي اللي هو دماغ، كاب فيها اللايسوزوم اللي فيها الهيدريتيك انزيمز اللي هتمكن السبيرم انه يبنتريت الاوفر، زائد بنشيل الكاب اللي عليها بقى اللي هو الجلايكوبروتين اللي مغطيه الريسبتور اللي هتمسك في البويضه. من الحاجات الطريفه يا اولاد، هل عمليه السبيرم كاباسيتيشن دي سؤال مهم جدا في الام اس كيو، اوبليجاتوري، لازمه ضروريه لعمليه اخصاب البويضه؟ لا، فاسيليتاتوري بس، مسهله وليست لازمه. والدليل على ذلك ان احنا في عندنا اخصاب بيحصل انفيترو بره الجسم، اللي هم اطفال الانابيب، ثم بعد ما تخصب البويضه خارج جسم الانثى بره، مش في الفيميل تراك، بناخد البويضه المخصبه ونزرعها في الانثى. يبقى ما هو السبيرم كاباسيتيشن؟ هو الزمن اللازم للسبيرم في الفيميل تراك. خد الكلمه الجايه مهمه اهي، ذا تايم نيدد فور سبيرم ان فيميل تراك to acquire الكاباسيتي، عشان يبقى عنده الكاباسيتي، عشان كده سموها كاباسيتيشن تو فيرتلايز الاوفر. بيزيد الموتيليتي، ونمره 2 يعمل دماغ، افتكرها اكروزوما رياكشن، تغيرات في الكاب في الجسم الطرفي اللي هو الكاب بتاع السبيرم، بيشيل الجلايكوبروتين لير عشان يبين الريسبتور، وبينشط اللايسوزوم لايكو اورجانيل اللي فيها الهيدروليتيك انزيمز اللي هتساعده على البنتريشن اوفر، وهي عمليه مساعدة وليست لازمة. طيب نيجي بقى الكلام ألطف وأسهل وأظرف والأهم. طالب يقول لي أن أنا عاوز أقرأ سؤال واحد في الـ Male Reproductive System، أقول له بأهم سؤال: Factors Affecting Spermatogenesis، العمليات التي تؤثر في تكوين الحيوانات المنوية. Factors Affecting Spermatogenesis، وما عشقت مثل عشقي للنظام. فبحب اقسمهم بطريقه لطيفه، في هرمونال فاكتورز ودول عددهم 5، واذر فاكتورز دول عددهم 3. يبقى كده عملنا يعني اورجنايزيشن للموضوع. يبقى في هرمونات وفي اذر فاكتورز، هرمونات 5. نفرض ان انا مش مذاكر بس طالب ذكي دلوقتي، هي التستس اذا جوناد، صح يا اولاد؟ 100% جوناد. يبقى 100% اندر دي كنترول اوف جونادوتروبينز،
بتوع الانتيريور بيتوتري. من غير ما ابقى مذاكر هاخد نمر ان 100% عمليه الاسبرماتوجينسيس بتحدث في التستس اللي هي جناد. يبقى تحت تاثير الجنادوتروبينز ال اتش واف اس اتش. وهقولها بجمله لا تنسى يا اولاد، انه الاكشن بتاعهم عكس الفيميل. يعني في الفيميل بنبتدي بالفوليكل ستيميليتنج هرمون يستيميليت الفوليكل، ثم الليوتينايزنج هرمون يعمل اوفيليشن يفجرها ويحولها لكوربس لوتيوم. يبقى مين بيشتغل الاول في الفيميل؟ الاف اس اتش ثم ال اتش. الميل، الميل العكس. ما خدش بالك منها هتلخبطها. ال اتش مهم للايرلي ستيجز في سبرماتوجينس، بينما الاف اس اتش مهم فور ليت ستيجز. طيب ده للطالب العادي. طب للاوائل كمل بقى. ال اتش اوعى تنسى هو ده اللي بيستيميليت الانترستيشال سيلز عشان يطلع التستوستيرون، يبقى ده مهم جدا للسكريشن التستوستيرون. بينما الاف اس اتش الشيء لزوم الشيء بيطلع الاندروجين بايندينج بروتين اللي هيمسك الاندروجين اللي هو التستوستيرون ويحتفظ بيه بتركيز عالي في الديسك لانه مهم للسبرماتوجينز، زائد ان هو بيزود عدد ال اتش ريسبتور على الانترستيشال سيلز عشان يجي يشتغل. عشان كده شوف التكامل ما بينهم، يعني ال اتش يطلع التستيرون والاف اس اتش يطلع البروتين اللي هيمسك التستيرون اللي هو الاندروجين عشان يحافظ عليه. الاف اس اتش يزود عدد ال اتش ريسبتور على الانترستيشال سيلز، ويجي ال اتش يشتغل على الانترستيشال سيلز يطلع التستوستيرون. تبقى مصيبه لو نسينا ان التستوستيرون مهم للسبرماتوجينز. هو ليه ربنا خلى التستس اللي بتعمل سبرماتوجينز في السيمينيفراس تيبيولز في جنبيها انترستيشال سيلز تطلع التستوستيرون؟ بقولها بالبلدي، الشيء لزوم الشيء. يبقى 100% التستوستيرون ده مش بس مهم للسبرماتوجينز وبتركيز عالي، عشان كده الاف اس اتش طلعت اندروجين بايندينج بروتين. فالتستوستيرون مهم للماتوريشن فيز. يعني السؤال في الام اس كيو بطريقه ثانيه، ان الايرلي ستيجز لا تحتاج تستوستيرون، ار ان اندروجين اندبندنت، مش عاوزه تستوستيرون، مش عاوزه اندروجين. ثاني حاجه مهم للكومبليت ميوسيس اللي هو الانقسام. ثالث حاجه مهم للديفلوبمنت والفانكشن اوف جيرمينال ابيثيليوم. يبقى مهم الماتوريشن فيز نوت ذا ايرلي ستيجز، مهم فور ميوسيس، وبعدين مهم فور ديفلوبمنت اند فانكشن اوف جيرمينال ابيثيليوم. دول اهم ثلاث هرمونات يا اولاد. طيب في سؤال بقى يا بقى لطيف قوي، ايه الحاجات اللي بتحتفظ بهاي كونسنتريشن اوف تستوستيرون؟ ثلاث حاجات. اولا ان ليه الكونسنتريشن تركيزه عالي في التست؟ لانه بينتج في التست الانترستيشال سيلز في التست، ادي اهم سبب. طب تاني سبب ان عشان يقعد تركيزه عالي الاف اس اتش طلعت اندروجين بايندينج بروتين يمسكه، بروتين يمسكه عشان يقعد تركيزه عالي. طب تالت حاجه وهي الجميله قوي يا اولاد، اللي هو الكاونتر كارنت بلاد سبلاي. الكاونتر كارنت بلاد سبلاي، وتعالى اشرحها لكم بطريقه جميله جدا. فاكر ان كنا قلنا انه الارتري السبرماتيك ارتري مجاور للسبرماتيك فين بالشكل ده، يبقى مجاور اهو. فتعال نشوف ايه اللي هيحصل. انا بس برسمها، انا اسف، شايفها؟ ده السبرماتيك ارتري جاي بالدم، وده السبرماتيك فين. شوف الروعه في الخلق الالهي. يبقى تيار متعاكس، لان الدم في الارتري جاي ناحيه التسكل، الدم في الفين اواي فروم ذا تسكل. التستوستيرون اللي هيحاول يهرب من التستس تركيبه ايه؟ السكس هرمون استيرويدز، فاكرهم؟ يعني سوليبل الليبيد، يبقى تدوب في السيل ممبرين وتعدي للارتري فترجع تاني للتس. ده اسمه كاونتر كارنت ميكانيزم، شيء رائع. يعني ما الذي اهم هرمون للسبرماتوجينسيس؟ هو التستوستيرون. ايه اللي خلى تركيزه عالي في التستس؟ واحد، انه بينتج في التس بالانترستيشال سيلز. اثنين، اف اس اتش بتطلع اندروجين بايندينج بروتين يحتفظ بيه في التستس. حتى الكميات اللي هتهرب
بسبب هذا التيار المتعاكس كاونتر كارنت، ان الدم طالع في الفين كده وجاي في الارتي كده، ان التسترون اللي هرب في الفين عاوز يخرج بره، لانه ستيرويد سوليبل ليبيد عدى من خلال الجدار ورجع الارتي عشان يرجعه تاني. تستس شيء رائع رائع. رابع هرمون ان قلنا الاكتيفين والانهيبين. الاكتيفين بيزود الاف اس اتش، بينما الانهيبين بينقص اف اس اتش، واحنا لسه قايلين اف اس اتش ده مهم فور سبرماتوجينس. خامس هرمون اذر هرمونز، في مجموعه هرمونات ثانيه برضه مهمه للسبرماتوجينس. الجروث هرمون والبرولاكتين مهمين للايرلي ستيجز في سبرماتوجينس. احنا قلنا التستيرون كان ليت ستيجز، وبعدين الثيروكسين مهم لعمل السبيرمز، بدليل ان الطفل اللي كان كريتين اللي عنده هايبوثيروديزم كان عنده امبوتنس وستريلتي. الليبتين اللي هو بيخلي الشخص رفيع اللي بيطلع من الهايبوثالاموس مهم للبيوبرتي للبلوغ زي ما نشوف دلوقتي. ولا تنسى ولا تنسى، صدق ولا تصدق، كما انه وراء كل رجل عظيم امرأة، وراء كل سبيرم small amount of estrogen. الاستروجين small amount مهم للسبرماتوجينسيس لانه بيمديت الاكشن اف اس اتش، وعشان كده بيساعد الاف اس اتش، وعشان كده الاف اس اتش هو اللي جاب المساعد بتاعه، هو اللي بيطلع الاروماتيز انزيم اللي بيحول بعضه من الاندروجين الى استروجين. يبقى كلام رائع يا اولاد، كلام رائع. يبقى خمس هرمونات مهمه للسبرماتوجينسيس. حضرتك تفكر بهدوء، السبرماتوجينسيس بتحدث في التستس اللي هي جناد، يبقى 100% under the control of جنادوتروبينز اللي هم ال LH وال FSH، بس معكوسين. ال LH مهم لل early stages في السبرماتوجينسيس، بينما ال FSH ال late stages. وتكمل LH بيطلع تستيرون، الـ FSH لزوم الشيء بيطلع الاندروجين بايندينج بروتين اللي بيمسك التستوستيرون عشان يحتفظ تركيزه عالي، زائد انه بيزود عدد الريسبتور اوف LH على الانترستيشال سيلز عشان يطلع التستوستيرون. ثالث هرمون واكثرهم اهميه اللي هو التستوستيرون، مهم للماتوريشن فيزيس، مهم لكم الميوسز، مهم للديفلوبمنت في الفانكشن بتاع الجيرمال ابيثيليوم. وقلنا ايه الحاجات اللي بتحتفظ بالتركيز عالي. ثم لا تنسى نمره 4، الاكتيفين بيزود الاف اس اتش والانهيبين ينقص الاف اس اتش. ثم نمره 5 اذر هرمونز، فيهم 4 جروث هرمون برولاكتين فور ايرلي ستيجز، ثيروكسين، الليبتين مهم للبلوغ زي ما هنشوف، والايستروجين ان سمول اماونتس مهم للسبرماتوجينسيس لانه بيمديت الاكشن اوف اف اس اتش. اللي عاوز يراجع يبقى يراجع بعد كده. نيجي اذر فاكتورز اللي هم مش هرمونز. other factors ثلاثة يا ولاد. temperature، درجة الحرارة المثلى الـ optimum temperature للـ spermatogenesis هي 32 degrees centigrade. درجة الحرارة المثلى للـ spermatogenesis 32. ده بيفسر يا ولاد ليه التستكل للي دارس anatomy أجنة embryology نشأت في الجنين جوه البطن جنب الكليه، والدليل ان البلاد سبلاي والنيرف سبلاي بتاع التستيكل هو نفسه بتاع الكليه. خلاص ده كلام مهم في الاخر. وبعدين لقيت الجو حر جوه 37 ما ينفعش الاسبرماتوجينس، فعملت رحله طويله عارفينها كلكم، دخلت من الانترنال انجوينال رينج عبر الانجوينال كانال للاكسترنال انجوينال رينج، واستقرت بره الجسم في الطراوه في التستك في السكروتر. يبقى ليه عملت الرحله دي؟ عشان بتبحث عن الحراره المثلى جوه 37 ما ينفعش، هي عاوزه حراره 32. واقول لك حاجه ما بيننا وما بينك، وفي سبيل هذه الرحله يا اولاد بقى عند الذكر الانجوينال كانال ضعف في الابدومينال وول. كثير من الميلز بيحصل لهم بسبب الحكايه دي انجوينال هيرنيا. يبقى رحله التستكل
للخروج من السخونه 37 داخل الابدون كان جنب الكليه لها نفس البلاد سبلاي والنيرف سبلاي، يبقى لاحظ في الاناتومي بتاع الكليه عشان تخرج بره في السكروتم، خرجت بالانجوال الكنال اللي هو استمر ضعف في الجدار بتاع الابدومين، ينفايت يدعو حدوث حاجه اسمها انجوال هيرنيا. وفي اجهزه تكييف جوه تؤكد الحراره تقعد 32. فتعال نشوف، افرض الدنيا بردت قوي، نزلت الحراره على 32. طب نزود الحراره ل 32 ازاي؟ ايه الحاجات اللي تزود الحراره؟ حاجتين، الكونتراكشن اوف كريماستريك ماسل اللي عارفينها انتوا، دي برانش من الانترنال اوبليك، تشد التسكل ناحيه الابدومين ناحيه الدفع. طب والكونتراكشن اوف دارتوس ماسل اللي هي الماسل اللي موجوده في السكروتم في كيس الخصيه، فلما تنقبض الماسل دي اللي هي الدارتوس ماسل كيس الخصيه يصغر، فالسيرفس اريا تقل، فما يحصلش فقدان للحراره في البرد. يبقى يوجد شيئان يحافظوا على الحراره عند 32، لو نزلت تو ماسلز، الكريماستريك ماسل تشدها ناحيه الابدومين اللي هي برانش انترنا اوبليك، والدارتوس ماسل تقلل السيرفس اريا بتاع السكروتم فتقلل الهيت لوس. طب افرض بالعكس الدنيا سخنت، الحاجات اللي بتساعد على التبريد حاجتين برضو، هنا حاجتين وهنا حاجتين، ان السكين بتاع السكروتم فيري ثين اهو ملاحظ، وما فيش سبكوتينيوس فات بما يسمح بفقدان الحراره. وحاجه تانية رائعه بقى اللي هو التستيكولار فيس اللي خدناهم فيهم كاونتر كارنت سيستم، وتعالى مره تاني اوريك ان كل حاجه كان وكان وراها يعني سبب الهي رائع. واحد فين الصوره؟ هشوفها حالا وهجيبها واشرح لك القصه 100%. الدم المتدفق عن طريق الارتي ده جاي من جوه الجسم درجه حرارته 37 هيسخن التستس، بينما الدم اللي خارج من الكليه في الفينس بلاد ده بارد لانه جاي من بره، بره الدنيا ساقعه، يبقى ده سخن وده بارد. فيحصل ايه؟ الحراره تنتقل من الارتري الى الفين، الارتري اللي هو الدم فيه اسخن 37 لانه جاي من جوه، تنتقل الى الفين اللي هو الابرد. يبقى الارتري ساب السخونه اللي فيه قبل ما يروح للتستس، فده يحافظ على بروده التستس. يبقى هذا الكاونتر كرم ميكانيزم عمل حاجتين رائعتين، انه التستوستيرون اللي هرب في الفين رجعه تاني، رجع للارتي ورجعه للتستس، والحراره السخنه اللي جايه للتستس هربت للفين وتمددت راحت للجسم عشان نحافظ على حراره التستس. يبقى الكاونتر كرنت ميكانيزم سيرفز تو فانكشنز، انتقال التستوستيرون من الفين الى الارتي لان ستيرويدز بيحافظ على تركيز التستوستيرون عالي في التسكلز، انتقال الحراره من الارتري الى الفين بيخلي الارتيريال بلاد يجي اقل حراره التستس فيحافظ على درجه الحراره المثلى اللي هي 32. طيب عاوزين نشوف بقى البروف بتاع هذا الكلام، اثبت ان درجه الحراره المثلى هي 32. بروف بتاع هذا الكلام، في مرض اسمه بروف كريبت اور كايديزم، وهي كلمه من ثلاث اجزاء، كريبت يعني مختبئ، بدليل حتى في الهيستولوجي بتاخدوا كريبتس، كريبتس اللي هي حاجه تحت مختبئه، اورك يعني خصيه، ايزم يعني مرض، فكريبت اور كايديزم يعني مرض الخصيه المختبئه. لو بيبي اتولد التسكل جوه الابدومين فشلت في انها تنزل في السكروتم، لو التو تستكلز جوه الابدومين عمليه الاسبرماتوجينيسيس بتقف والبيبي ده يبقى سترايل عقيم. امتى؟ اذا كان بايلاترال، لانه الانسان يحتاج الى نصف خصيه، فلو خصيه واحده بس اللي هي ما نزلتش مفيش مشكله، لكن لو الخصيتين ما نزلوش يحصل سترايلتي. خد بقى سؤال مهم جدا في الام اس كيو يا اولاد، طب التستوستيرون برودكشن، ما هتسكل لها وظيفتين، سبرماتوجينسيس اللي هي الوظيفه الاكسوكراينال، وتستوستيرون برودكشن اللي هي الاندوكراين. لا، التستوستيرون برودكشن يحصل في 32 ويحصل في 37 لو التسكل جوه،
وعليه التستوستيرون يبقى عالي جدا، وعليه مظاهر البلوغ، مظاهر البلوغ في هذا الشاب او الطفل تبقى تيجي في وقتها عادي خالص. يبقى السكندري سكس اورجانز ار نور. يبقى اقولها بطريقه ثانيه عشان تفهمها في الام اس كيو. للخصيه يوجد وظيفه، يوجد وظيفتين. السبرماتوجينيسيس هي دي اللي وظيفه فيري فراجايل، حساسه جدا، لازم درجه حرارتها تبقى 32، لو جوه 37 ما تحصلش. انما الاندوكرينال فانكشن اللي هي التستوستيرون برودكشن وهو اللي مسؤول عن ظواهر الرجوله، ده لا مش حساس، يطلع في 32 ويطلع لو الخصيه ما نزلتش وقعد جوه الابدون ودرجه حرارتها 37. يبقى تاني البيبي، ده سؤال مهم جدا في الام اس كيو، اللي عنده بايلاترال اندسند تيستس يعني بوست ستيز ما نزلوش، وضعه ايه؟ بايلاترال، مش هيخلف لكن مظاهر الرجوله والتستيرون هتبقى عاديه خالص. تاني بروف برونج فيفر، الشخص اللي عنده حراره عاليه لما يبقى فوق 37 بيبقى تحت 32، طب لو فوق 41 هيبقى تحت 36، ما هي انقص بحوالي 5 درجات. او الهوت باث، الناس اللي بتقعد كده تاخد حمام سخن وينشن الشاور على منطقه التسك كده ضيع السبرماتوجينيس كده، ما فاتش الموضوع نيله بنيله. او التايت اندر بانس اللي هو الناس اللي بتلبس يعني ملابس داخليه ده قوي، فيروح كابس التسكل جنب الابدومن حيث الحراره العاليه فما يحصلش سبرماتوجينيس. التسكل مع الاعتذار في التعبير يا اولاد تحب الرحراح، ما تحبش الزنق، تزنقها باندر وور ضيق تلزقها في الابدون في الحراره العاليه ما يحصلش سبرماتوجينس، كل ده انهيبت السبرماتوجينس. يبقى ده التمبرتشر. تاني حاجه الدايت، سيبك من العبط اللي يقول لك في اكلات معينه تزود الخصوبه واستاكوزا والكلام الفارغ ده، سيبك منه، ده كله يعني اغاصي احلام. هما في حاجتين في الدايت مهمين للسبرماتوجينس، بروتينز والفيتامينز. بروتينز لسببين، ان طبعا اي عمليه سيل ديفيجن والسبرماتوجين سيل ديفيجن بالهبل محتاجه بروتين، كما ان الجنادوتروبينز، الجنادوتروبينز بتوع البيتيوتري اللي هم مهمين للسبرماتوجينز هم بروتين. طب نيجي الفيتامينز، انهي فيتامينز نحتاجها؟ انا كنت بقول بطريقه لطيفه قوي، اي بي سي، فوت الدي واكتب اي، اي بي سي اي. لو ناقص فيتامين اي التسكل كما الجلد هيحصل فيها كيراتينيزيشن وابيثيليوم فما يحصلش سبرماتوجينس. انت لو ناقص فيتامين ايه بيحصل في جلدك ايه؟ يتكون كيراتين لير، يبقى خشن. الكيراتين لير دي لو ناقص فيتامين ايه هتتكون تحت في التسكل تمنع السبرماتوجينس. طب البي كومبلكس مهم لعمل الدي ان ايه اللي مهم للدي فيجن، فلو ناقص البي مفيش دي ان ايه، مفيش دي فيجن، يبقى مفيش سبرماتوجينس. فيتامين سي مهم للتستوستيرون، لو ناقص فيتامين سي مفيش تستوستيرون. فيتامين اي ده انتي ستيريليتي فيتامين ان راتس، مش في حضرتك، مش في الهيومن بيبس، خلاص لو انت فار لو ناقص فيتامين اي مش هتخلف. اخر حاجه نمره 8 في الثلاثه اللي هم الاذر فاكتورز، ان قلنا يا اولاد ان عمليه السبرماتوجينس عمليه رقيقة جدا، فالبرونج الاكسبوجر تو اكس راي والراديشن بيوقف الاسبرماتوجينس. عشان كده افتكر واحنا لما اشتغلت نائب في القصر العيني، انتوا بتفتكروا الحكايات، كان مرتبي فاكره كويس قوي نائب في القصر العيني 29 جنيه في ذلك الزمن. لما رحنا نقبض كان نواب الاشعه بياخدوا 32 جنيه. فانبرى احدهم وسال هما ليه بياخدوا 3 جنيه زياده عننا؟ فالصراف رد وقال له دول نواب اشعه عرضه للاشعاع ممكن يجي لهم عقم، فبياخدوا بدل عقم 3 جنيه. طيب تاني حاجه بكتيريال وكيميكال توكسنز، قلت لكم عمليه السبرماتوجينسيس حساسه جدا، اي حاجه توقفها. عشان كده حتى قلنا ان كان في بلاد برين بارير، لكن طبعا البلاد برين بارير ده يا اولاد مش ابسوليوت، لو زادت التوكسنز قوي في جزء منها هيعدي ويطير. فالبكتيريا والكيميكال توكسنز ممكن توقف السبرماتوجينسيس، واشهر حاجه التهاب الغده النكافيه هنا. لما واحد يجي له مامبس
يطلع توكسينز تروح للتسكلز تديستروي السبرماتوجينيك ابيثيليوم. هنا هقول معلومات انا للزملاء الاصغر سنا مهمه جدا. لو الطفل جاله التهاب الغده النكافيه وهو الاغلب لا تؤثر على التستس. ليه؟ لان في الطفل التستس نون فانكشن مش شغاله، وبالتالي البلاد سبلاي بتاعها قليل جدا، لا مش شغال. طب هو التوكسينز هتوصل ازاي للتسكل تحت؟ عن طريق البلاد سبلاي اللي هي، طب هي البلاد سبلاي بتاعها قليل يبقى يوصلها كميه قليله من التوكسينز يبقى مش هيحصل حاجه. يبقى الخطوره لو واحد كبير جاله مامبس، لان هنا التسكل فانكشن عندها هاي فاسكولاريتي، ففي فرصه للتوكسين عن طريق الفيسلز الكتيره دي توصل تحت وتاثر على التسكل. هاويفر معلكش الكلام ده بقوله للزملاء الاصغر سنا، لو واحد كبير جاله مامبس التهاب الغده النكافيه احتمال العقد 5% فقط في الميل، 5% فقط في الميل، وحتى الفيميل بيبقى فيه احتمال للعقد بس اقل كتير، 5 من 10% يعني عشر الكميه. طيب بوكسيا، لو ناس راحوا يعملوا الهاني مون شهر العسل في الجبال فوق سويسرا هناك، امالين ان هم يجيبوا بيبي؟ عمره ما هيجيبوا بيبي، لان الهايبوكسيا هتنهبت السبرماتو جينيسيس. يبقى دي العوامل التي تؤثر في السبرماتو جينيسيس يا اولاد، تبقوا حافظينها صم. 5 هرمونال، مين يقولها كده معايا في عجاله؟ السبرماتو جينيسيس تحدث في الجونات، يبقى 100% اندر ذا كنترول جوناتروبينز، اف اس اتش وال اتش بس معكوسين، ال اتش ايرلي والاف اس اتش ليت ستيجز. ثم اوعى تنسى ثالث هرمون واهمهم تستوستيرون في التستس مهم للسبرماتوجينس، ده هو ربنا عمله في التستس عشان يبقى الشيء لزوم الشيء جنب السبرماتوجينس جنب السيمينيفراس تيبيولز، وقلنا ايه اللي بيحافظ على تركيزه عالي. ثم الاكتيفين والانهيبين نمره 4، ثم اذر هرمونز نمره 5، ادي 5 وثلاثة اذر فاكتورز يا اولاد اهم هيبان اذر فاكتور تمبريتشر ودايت واذر فاكتورز اللي هم بيشتركوا نمرة 8 في حاجة واحدة، ان عملية السبرماتوجينيسيس على عكس التستوستيرون برودكشن فيري فراجايل، عملية رقيقة جدا تتأثر بالاكس راي والراديشن بالتوكسينز وذر بكتيريال اور كيميكالز بنقص الاوكسجين. طيب ده اهم سؤال على الاطلاق. نكمل التستوستيرون يا ولاد اللي هو قلنا استيرويد هرمونز. البلازما ليفل في الميل طبعا اعلى من الفيميل بكتير، الفيميل عندها اندروجين 100% بس الميل اعلى، زي الايستروجين كتير في الفيميل. هل في ايستروجين في الميل؟ لسه قايلينها نسبته 300 ل 1000 نانو جرام لكل ديسيلتر يعني لكل بيرسنت، بينما في الفيميل الاندروجين بيبقى 30 ل 70 نانو جرام لكل ديسيلتر. المود اوف اكشن لانه استيرويد يبقى سوليبل، يبقى يدخل الخليه بالسمبل ديفيوجن كلها بالاس، السكس هرمون بالاس، ستيرويدز بحرف الاس، سوليبل الليبيد بحرف الاس، تدخل جوه الخليه بالسمبل ديفيوجن توصل نيوكلياس وتاثر في الثنسز في الجينز، يبقى جينوميك اكشن. خد بالك بقى دي مهمه جدا يا اولاد، وكثير من الزملاء بيقولوها غلط. تستوستيرون ريلاتيفلي ان اكتف، لما بيروح للتيشوز بيتحول بانزيم مهم جدا اسمه 5 الفا ريدكتيز انزيم الى مركب اكثر نشاطا مور اكتف اسمه داي هيدرو تستوستيرون. يبقى التستوستيرون ليس اكتف، مين الاكتف؟ الداي هيدرو تستوستيرون. طب كيف يتحول التستوستيرون الى داي هيدرو تستوستيرون؟ قلنا بواسطه ال 5 الفا ريدكتيز انزيم. الليفل اوف داي هيدروتستيرون 10% ليفل اوف تستوستيرون. طب نيجي الاكشن بقى، سبيسيفيك اكشن، انا بقولها بطريقه لا تنسى. التستوستيرون يحب يشتغل جوه، ففي الفيتس بيشتغل على الانترنال جينيتاليا. فين الجمله اللي بمليون جنيه؟ فيما خلا فيما خلا فيما عدا البروستيت. وفي الادلت يشتغل على اللي جوه البونز والماسلز، بينما الداي هيدروتستيرون يحب بره. في الفيتاس يشتغل على الاكسترنال جينيتاليا البينز والسكروتا، فيما خلا البروستيت
يعني البروستيت دي جوه، انما هو بيكبرها الداي هيدروتستيرون كاتبهم الاثنين بالاحمر اهو. طب وفي الادلت بيشتغل بره على الغلاف الخارجي على الجلد على السكين. يبقى اتنس التستوستيرون يحب الشغل جوه في الفيتس على الانترنال جينتاليا، واللي جوه اللي تحت السكين يبقى بونو ماسل. اما الداي هيدروتستيرون اشتغل على الاكسترنال جينيتاليا خلاص والسكين. فين الاكسبشن؟ البروستيت، مع انها جوه بتشتغل بالداي هيدروتستيرون. هتقول ايه قيمه المعلومه دي؟ هقولها للزملاء الاصغر سنا، دي اهم معلومه في الميل يا اولاد. معظم الرجال عندما يطعنوا في السن بتكبر البروستيت وتزنق مجرى البول وتعمل له مشاكل في التبول الرهيبه. كان زمان الحل جراحه لحد ما الفسيولوجي حل المشكله. النهارده في ادويه رائعه رائعه بتعمل ايه؟ هي 5 الفا ريدكتيز انهيبيتور تنهيبت هذا الانزيم زي الافودارت مثلا. 5 الفا ريدكتيز انهيبيتور يبقى تمنع تحول التستوستيرون لداي هيدروتستيرون اللي هو مهم لنمو البروستيت. فالبروستيت تصغر، اسمع افتح ودنك، لنص الحجم دون جراحه، وبالتالي مسار البول يبقى كويس. يبقى كان هذا اكتشاف رائع في الفسيولوجي وبيخليك تحب المعلومات اللي بناخدها، انه ال 5 الفا ريدكتيز انهيبيتور ده اهم عقار النهارده بيمنع نمو البروستيت. البروستيت هي الاكسبشن، احنا قلنا الدايتستيرون يحب الحاجات اللي بره، الاكسترنال جينتاليا فيما خلى البروستيت اللي بره اللي هو السكين. فما ندي 5 الفا ريدكتيز انزيم هيقلل الداي هيدروتستيرون هيصغر البروستيت. لكن طبعا من ضمن الباد افكتس بتاعته شويه انه هيضعف السكين. السكين بيبقى في الحاله دي ثينر شويه، بس مش حاجه تسكر يعني، والشعر بتاعه يقل، وطبعا البينيس بيتاثر شويه الحاجات اللي بره. بس المهم تفادينا الجراحه. انتقل للكنترول اوف سكريشن. ما يجي لك ده برضه سؤال مهم جدا، يبقى غير الاكشن في كنترول اوف سكريشن. الاجابه الاوائل لما يقول لك الكنترول اوف سكريشن اوف تستيرون، لازم تتكلم في اربع مراحل في الحياه، في الانترا تراين لايف، في النيونيتال في الـ في الـ في الطفل البولود، بيوبرتي في البلوغ، في الاولد ايج افتر 60 years old. يبقى لازم تتكلم على الثلاث مراحل. التستوستيرون يا اولاد بيبقى عالي في الانتراترين لايف، يعني وانت جنين داخل بطن الام لو انت ميل بيبقى التستوستيرون عالي، ثم يقل يوم تولد، ثم يعاود الزياده طبعا في البلوغ، ثم يقل بعد سن 60. يعني ماشي اهو، بص في الانتراترين لايف عالي، في التشايلد هود قليل، في الادلت هود عالي، وبعدين يقل تاني بعد سن 60. وابقى السؤال الرائع بقى هنا، وده سؤال داخل سؤال، هو احنا محتاجين ليه تستوستيرون في الجنين الذكر؟ ان من يجعل الذكر ذكرا هو التستوستيرون. يبقى مهم فور سكس ديفرنشيشن، وهتعرف معلومات رائعه دلوقتي. تميز الجنين الى ذكر او انثى يحدث في الاسبوع السابع من الحمل. حتى قلت رقم الواحد لا يمكن ينساه، رقم 7 كرمه الخلق، السماوات 7 في الاسبوع السابع. وتعالى بقى اتفرج بطريقه العبد الله، هنتكلم على الديفلوبمنت اوف جونادز اللي هو البرايمري سكس اورجان، والديفلوبمنت اوف داتس اللي هي السكندري سكس اورجانز. تخيل، صدق او لا تصدق، التستكل هو يجعل من الذكر ذكر، والمبيض الذي يجعل من الانثى انثى، هما الاثنين، مع ان ده عكس ده تماما، اصلهم ومنبتهم واحد، الاورجن بتاعهم واحد. حاجه اسمها باي بوتنشال برايمورديال جوناد. باي بوتنشال يعني ثنائي الكمون، كامن في هذا الجوناد التستكل والاوفرس، فسموه باي يعني اثنين، بوتنشال كامن في الاثنين، برايموردال يعني ابتدائي جونادز. وبقولها بطريقات يا اولاد،
الله يعلن عن وحدانيته، حتى الذكر والأنثى اللي هما يبدو متباينان، يبدو متباينين آسف، إلا إن أصلهم أصل التستكل وأصل الأوفرز حاجة واحدة، جونات ابتدائية كامن فيها الاثنين باي بوتنشال برايمورديال جوناتس. طيب لو الشخص ده ذكر هيبقى عنده الواي كروموزومز، هتتحور المضلة إلى تستكلز. أما لو كان أنثى يبقى ما عندهاش الواي كروموزومز، هتتحور الكورتكس بتاع الباي بوتنشال برايمورديال جونات إلى أوفرس. بقولها بطريقة لا تنسى، يبقى في الباي بوتنشال برايمورديال جونات الميل، الميل بحرف الام يهمه مين؟ المضلة بحرف الام. يبقى الميل يهمه المضلة هي اللي بتدي تسك في وجود الواي كروموزومز. في عدم وجود الواي كروموزومز الكورتكس يدي اوفرز. طب نيجي للديفلوبمنت اوف داكتس، برضو الله يعلن عن وحدانيته ان كل ذكر او انثى، كل جنين سواء كان ذكر او انثى عنده وولفيان داكت وموليريان داكتس الاثنين. لو هو ذكر اهدي بقى اهميه ليه قلنا في الانتراتورين لايف بيطلع تستوستيرون، ان التستوستيرون مع الموليريان انهيبيتنج سبستانس اللي كانت بتطلع من السيرتولي سيلز قلناها وقلت لكم هكلمكم عنها، حتى من اسمها تستوستيرون وايه وموليريان انهيبيتنج، هي انهيبيت الموليريان داكت، فاللي يفضل الولفيان هي اللي تدي الفاس ديفرنس. يبقى مين اللي خلى الولفيان هي اللي تنمو الموليريان يقف؟ الموليريان انهيبيتنج، موليريان انهيبيتنج سبستانس والتستوستيرون، الولفيان هتدي الفاس ديفرنس. اما لو مفيش، لو نو تستوستيرون والموليريان انهيبيتنج سبستانس، الموليريان في هذه الحاله هي اللي هتنمو وهتدي الفالوبيان تيوب. طالب يقول لي طب انت حفظت لنا الاولانيه في الجناد، قلت الميل يهمه المضله، يبقى الفيميل الكورتكس، المضله تدي تيستكلز والكورتكس تدي اوفرز. طب اتحفظنا ازاي الولفيان والموليريا مين المهم للميل ومين المهم للفيميل؟ الا يقع في روعك لما اقول وولفيان يجي في ذهنك ايه؟ كلب ايه؟ كلب ايه؟ كلب وولف. يجي في ذهنك ان ده غالبا الكلب وولف ده ذكر، يبقى الميل يهمه الولفيان، الولفيان هو اللي مهم للميل، يبقى الفيميل يهمها الموليريا. في وجود التستوستيرون والموليريان انهيبيتنج سبستانس الولفيان في الميل، الولفيان تدي الفاس ديفرنس، في عدم وجودهم الموليريان تدي فالوبيان تيوب. ده لوحده سؤال يا اولاد مهم جدا اللي هو السكس ديفرنشيشن، تميز الجنس، كيف يصبح الذكر ذكرا وكيف تصبح الانثى انثى في الاسبوع السابع، وتتكلم في نقطتين الديفلوبمنت اوف جوناتس والديفلوبمنت اوف داكتس، وكل ينقسم الى نقطتين، تقول الاوريجن وتقول الكنترول. فالجونادز هما الاثنين طالعين من حاجه واحده الباي بوتنشال برايمورديال جونادز، والداكتس هما الاثنين عندهم مولفيان وموليريا. طب الكنترول لو في واي المضله تدي تيستس، مفيش واي الكورتكس تدي اوفرز. لو في تستوستيرون وموليريان انهيبيتنج سبستانس الموليريان ضاعت في انهيبيتنج، الولفيان تدي الفاز ديفرنس، مفيش دول الموليريان تدي الفالوبيان تيوب. بحفظها لكم بطريقه هتزعل مني البنات شويه بس هتحفظوها بيها، بس هصالحهم بعد شويه. يعني كان يا اولاد الاساس هو الذكر، لو في واي يبقى في تسك، مفيش خليه اوفري. لو في تستوستيرون موليريان انهيبيتنج الولفيان تبقى ضاص، مفيش سيبها تبقى فيميل فالوبيان. يبقى الاساس هو الذكر. الفيميل زعلوا مني طبعا لاني بقول ان الكنترول الواي هو اللي بيحدد في واي او مفيش واي في الجناد، والتستوستيرون موليريان انهيبيتنج هي اللي بتحدد الداكتس موجودين ولا مش موجودين. هصالحهم بطريقه مختلفه، ان الاصل لو سبت الامور على مجراها الطبيعي ما تدخلتش لا في واي
ولا في تستوستيرون وليه انهيبيتنج، مفيش حاجه. الطبيعي انها تمشي ناحيه الفيميل، عشان تغيرها من فيميل الى ميل تحتاج الواي عشان يعمل لك المضله تسكل، وتحتاج التستوستيرون وليه انهيبيتنج عشان يعملوا لك الولوج في الضغط. فاست ديفرنس، يبقى اديني صرفتهم. ده نقطة مهمة جدا في الكنترول اوف سيكريشن. ننتقل بقى في النيونيتال بيريود. ولد الطفل، فلما اتولد التستوستيرون ستوبس. طب ليه التسكل بطلت تطلع تستوستيرون لما اتولد الطفل؟ لان انا قلت يا اولاد ان البيتيوتري في الاطفال ما بتطلعش جونادوتروبين هرمونز، لان الهايبوثالاموس ما بتطلعش جونادوتروبين ريليسنج هرمون، وعليه ما فيش جوناتروبينز وعليه ما فيش تستوستيرون. طيب نيجي المرحله الثالثه في البيوبرتي، وفقط عند البيوبرتي تبتدي البيتيوتري بتشتغل عند البيوبرتي. اوعى تنساها، البيتيوتري بتطلع السكس هرمونز عند البيوبرتي فقط، تطلع جوناتروبين ريليسنج هرمون من الهايبوثالاموس، وعليه تستجيب البيتيوتري بانها تطلع جوناتروبينز اللي من ضمنهم ال LH اللي يزود التستوستيرون. طبعا في فتره الادلتهود البلوغ يبقى كل حاجه شغاله، الهايبوثالاموس طلع جوناتروبين ريليسنج هرمون، البيتيوتري طلع جوناتروبينز اللي اهمهم هنا الليبتازيك هرمون، لان هو ده اللي بيستيميليت الانترستيشال سيلز انها تطلع تستوستيرون. ثم بعد سن 60 يا اولاد يبتدي التستوستيرون يديكلاين. دي الاجابه المحترمه اللي يجب يكتبها الطالب عن الكنترول اوف سكريشن اوف تستوستيرون. انما تكتب لي كلمتين ما لهمش قيمه، لا، يبقى تتكلم في مراحل اربعه. جنين، طفل، بالغ، طاعن. ولا تنسى ماشيه في تضارب لطيف، في الجنين في تستوستيرون ثم يختفي وانت طفل، يعاود ظهوره وانت بالغ، ثم يبتدئ في انه يقل وانت طاعن في السن. يعني اهي الكيرف لطيف قوي، عالي في الانتراتورال لايف يقل في التشايلد، عالي في الادلتود يقل في الاولد ايج. واوعى تنسى في سؤال لوحده السكس ديفرنشيشن من اهم المواضيع اللي هو يثبت شيئا واحدا، وحدانيه الخالق، ان اصل الخلق حاجه واحده. تصدق ان اللي بيطلع تستكل وما ابعد التستكل عن الاوفر شيء واحد، باي بوتنشال برايمورديال جونادز، واللي يطلع الدكتس حاجه واحده، والفيرموليريا. لو في واي نروح ناحيه الميل في الجونادز، لو في تستوستيرون وملير انهيبيتنج يوقف الملير ونروح ناحيه الميل بالولفن، والعكس في الفيميل. ثم تتوقف الهايبوثالاموس والبيتيوتري يوم تولد، وعليه تتوقف التسكل فيقل التستوستيرون جدا ستوبس، ثم يعاود الظهور في البيوبرتي لما الهايبوثالاموس والبيتيوتري تبتدي تطلع جوناتروبين ريليسنج، وجوناتروبينز اللي اهمهم ال LH يطلع تستوستيرون، يعاود الظهور بكميات رهيبه في البلوغ، ثم يقل بعد سن 60. سؤال لا يقل أهمية عن factors affecting spermatogenesis، functions of testosterone. طالب الأبلة مع الاعتذار ألاقيه راح كاتب على طول الماسكولينايزنج فانكشن، إن التسكل بيخلي الراجل راجل. يا حلاوة كده، خدت ربع النمرة. ليه؟ لأن أنا قلت للي بيسمع محاضراتي ان التستوستيرون موجود في حياة الذكر مرتين، مرة وانت جنين ومرة وانت بالغ. يبقى لازم تقول لي الفانكشنز في الانتراتورال لايف والفانكشنز في البلوغ. فلما تتكلم على البلوغ على طول يبقى حضرتك طيرت نص السؤال. لازم تقول في الانتراتورال لايف بيعمل ايه، حفظتها لاجيال بطريقة لم ولن تنسى. 3 ديز، ثلاثة بحرف الدي، وظائف الانترنايف. نمرة واحد لسه قايلينها، الديفرنشيشن اللي هو تميز الجنس، الديفلوبمنت قلنا كان هو اللي بيخلي الولف ينضكت، تدي الابيديدمس والفاس ديفرنس، تدي الضكت، لان في الميل يهمنا الولفيان، وجود التستوستيرون مع الموليريان انهيبيتنج يوقفوا الموليريان ويخلوا الولفيان تدي ابيديدمس والفاس ديفرنس وسيمينال فيسكلز. طيب واليوروجينيتال ساينس والتيوبركل تدي البروستيت والبينس. ولا تنسى ان هما التستيرون مش بس بيخلي الذكر ذكر، وينهبت الفيميل اكسترنال جينيتاليا اللي هو الموليريان داكت كان موقفها، والموليريان
inhibiting substance والتستوستيرون بيوقفها معاهم، مش بس الملير انهيبيتنج والتستيرون، على وجه التحديد الداي هيدروتستيرون الاكتيف فورم. يبقى دي اول وظيفه في الانترترين لايف، انك تشكر ربنا ان هو اللي جعل الذكر ذكر، ساعد الديفلوبمنت، اول حرف دي ساعد الديفرنشيشن للولفة تميزت للضغط ابيديديمس فالس اند سيمينال فيسكل، واليوروجينتال ساينس والتيوبركل ادت البروستيت والبينس، خلاص وقف الفيميل ريبرودكتيف سيستم. تاني وظيفه بحرف الدي، يبقى اول حاجه ديفلوبمنت اوف ميل سكس اورجن، تاني حاجه ديفرنشيشن اوف ميل برين، تميز مخ الذكر. وهنا عاوز اقول حاجه عشان الفيميل ما يفهمونيش غلط، تميز مش معناه افضل، تميز هنا بمعنى اختلاف، ديفرنت يعني مختلف وليس افضل. التستوستيرون هو اللي بيخلي الميل برين يختلف عن الفيميل برين. مره طالب سالني هو 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 مخ الذكر يختلف عن مخ الانثى؟ قلت له اه يختلف، ما قلتش افضل، قلت يختلف. الافضليه دي عند ربنا، بيقررها ربنا. طب بيختلف في ايه؟ عندي اثبات دامغ ان الجونادوتروبين ريليسينج هرمون من الهايبوثالاموس اهو في البرين، وعليه الجونادوتروبين ريليس من البيتيوتري، بيبقى بصوره مستمره كونتينوس في الميل، بينما الهايبوثالاموس وعليه البيتيوتري في الفيميل بتطلعهم بصوره سايكليك يعني دوريه، وهو ده سبب الدوره الشهريه. ده اثبات دامغ، مش الهايبوثالاموس دي حته من البرين؟ اه الهايبوثالاموس في الميل وعليه البيتيوتري بتتصرف بطريقه غير الفيميل، في الميل بتطلع جونادوتروبين ريليسي هرمون وعليه جونادوتروبينز بطريقه كونتينوس، انما في الفيميل بتطلعها بطريقه سايكليك. اثبات دامغ اهو يعني مفيش هزار، زائد ان الاجريشن اكتر في الميل بيعزى للتاثير التستيرون على الميل برين، ان اللولاب مور اجريسيف اكثر عنفا. ثالث دي ان قلنا ان التسكل بتبقى موجوده في الابدومين يا اولاد، مين اللي بينزلها ناحيه السكروتم حيث الحراره الاحسن 32 بدل 37؟ التستيرون على وجه التحديد الاكتيف فورم اللي هو الداي هيدروتستيرون. يبقى هيضيع نص السؤال في الطالب اللي قبله لو جاله فانكشنز اوف تستيرون وراح داخل على طول على الماسكولينايزيشن، نسي ان في اربع مراحل في حياه المرء التستوستيرون يظهر في مرحلتين، في الجنين وفي البلوغ. بس تشرح في الجنين بيعمل ايه؟ ثلاث حاجات: development of male sex organs, differentiation of male brain, and descent of testicle عن طريق الهيدروتستيرون. اللي عاوز بقى يراجع يبقى يراجعها، عشان انا عاوز باذن الله اخلص الميل النهارده. نيجي بقى للمرحلة الثانية puberty and adulthood. يا نص السؤال، قلنا لو سبت الانتراتراين يبقى ضاع نص السؤال. puberty والadulthood، لاحظ التستيرون مش مهم بس انه بيعمل الراجل راجل اللي هو الماسكولينايزنج افكت، عشان كده قلت اللي بيكتبوا الماسكولينايزنج افكت دول خدوا ربع السؤال لانه نسوا النص الاولاني. وفي puberty والadulthood التستيرون مش مهم بس الماسكولينايزنج افكت، مهم للجنرال ميتابوليك افكت، بيعمل بروتين انابوليزم. واقولها تملي، انتوا ما بتنسوش الحكايات، بتنسوا المعلومات. لما الناس تطعن في السن فتقول اليت الشباب يعود يوما فاحكي له عما فعل بي المشيب، عارف مين اللي بيخلي صحتكم في الشباب كويسه؟ التستوستيرون في الذكور، السكس هرمونز. فازاي تنسى ان من اهم وظائف التستوستيرون غير انه يخلي الراجل راجل، انه بيخلي صحته كويسه، له افكت على الجنرال ميتابوليزم، اهمهم بروتين انابوليزم على الماسل والبونز يخليها قويه. نرجع بقى للماسكولينايزنج افكت. هنتكلم ثلاث نقاط مع شكل عشق النظام. على البرايمري 6 اورجن. على السكندري 6 اورجنز، اي حاجه ما عدا التستس، وبعدين على السكندري 6 كاركترز.
على البرايمري سكس اورجان قلنا مهم للسبرماتوجينيسيس، قلنا تستوستيرون كان مهم للماتوريشن اوف سبيرم، ماتوريشن ستيج مش كده، مهم للسبرماتوجينيسيس بتاع البرايمري سكس اورجان. طب نيجي على السكندري سكس اورجانز، قلناها التستوستيرون مهم للحاجات اللي جوه زي السيمينال فيسكل والبالب يوريثرال جلاندز، الداي هيدروتستيرون مهم للي بره البينيز والسكروتم، افتح ودنك فيما خلا فيما عدا البروستيت مهم ليها الداي هيدروتستيرون. الكلام بتاع الطلبه الاوائل مش التهجيص، يكتب لي سكند سكس اورجان مهم للديفلوب، لا تحدد تستوستيرون مين والداي هيدروتستيرون مين. اللي جوه تستوستيرون، تستوستيرون يحب الحاجات اللي جوه، حتى في القضاء بيحب الماسلز والبونز، الداي هيدروتستيرون يحب اللي بره بينيس سكورتم بره والسكين بره، بس في ما خلى ايه بقى اللي هي مهمه جدا ولا تطبيق كلينيكي البروست. نمرة 3 على السكند سكس كاركترز، ومع عشقت مثل عشق النظام هاخدهم من فوق لتحت عشان ما تنساش، تاثير على الهير، ننزل على السكين، على اللارينكس الحنجره، على البادي كونفيجريشن، وبعدين على البيهيفيرال ايفكت وحاجات معروف. نمسك الهير، غش مشروع، بص في اللجنة تلاقي عدد من الذكور فقدوا شعر الرأس، بلاد بس اللي بيصلعوا، يبقى التستوستيرون بيقلل السكالب هير، وعلى النقيض يزود البادي والفيس هير، شنب ودقن وحاجات كده شعر الجسم، والبيوبيك هير يخليها تريانجولر وذ ايبكس ابوردز. لما نيجي يا اولاد في الفيميل هنقول العكس، في حصص الفيميل هنقول انها الايستروجين بيزود السكالب هير في الانثى، يقلل الفيس والبادي هير، والبيوبيك هير مثلث راسه لفوق يعني ترانجل وذ بيز ابورز، بيبقى خط مستقيم كده في الفيميل، انما الميل شعر العنه بيبقى ترانجل وذ ايبكس ابورز، الفيميل لا بيبقى ستريت والايبكس لتحت، البيز هو اللي فوق، ادي الهير. نمسك على السكين، كلام كله عارفينه 100% في الميل، السكين بيبقى مور ثيك وبيزود افرازات الغدد الدهنيه سبيشس جلاند سكريشن، فالميل بيبقى اكثر عرضه للاكني اللي هو حب الشباب، انما الفيميل بيبقى ثين في الايستروجين لما ناخد، وهيقلل افرازات الغدد الدهنيه، وبالتالي تبقى الفيميل اقل عرضه، اقل عرضه للاكني، لان هو ما هو الاكني يا اولاد؟ هو غده دهنيه من كتر افراز الدهون اتسد الضغط بالدهون والتهبت، ادي حب الشباب. يبقى حب الشباب من جراء زياده افرازات الغده الدهنيه انسداد الضغط التهاب الغده. مين اللي بيعمل ده؟ التستيرون. عشان كده الميل بيبقى عنده بيزود السبيشس جلاند سكريشن افرازات الغده الدهنيه، وبالتالي يبقى مور أكثر عربة مش فقط للأكني من الفيميل. نمسك على اللارينكس، يقول لك تفاحة أدم بيكبر اللارينكس، اللارجمنت اوف لارينكس، وعليه يطول الفوكال كوردز، واحنا خدنا في الهيرينج اللونج يدي لو بيتش فويس ديبنينج اوف فويس، يبقى اللارجمنت اوف لارينكس وديبنينج اوف فويس، يبقى خدنا الهير، خدنا السكين، خدنا اللارينكس. نيجي على البادي كونفيجريشن، التيبيكال بتاع الميل انه يبقى زي السبعه كده، كتاف عريضه وبلفس ضيق، فانت تلاقي بتوع كمال اجسام كده تلاقي الكتاف عريضه جدا والميل صغير قوي، ده التيبيكال اكشن تستيرون. الفيميل تلاقي العكس، حتى ما ترسمها ترسم كتاف ضيقه والبلفس واسع، ومفهوم ليه؟ ليه العكس تمانيات؟ فوق ضيقين الفيميل كتاف ضيقه والبلفيك الحوض واسع عشان الولاده. يبقى التيبيكال في الميل نبقى سبعات، في الفيميل تبقى تمانيات، هنا برود شولدر ونارو بلفيس، هنا بالعكس بتبقى في الفيميل هيبقى نارو شولدر وبرود بلفيس. يبقى ده والماسل انلارجمنت، طبعا الميل عنده ماسلز في البادي كونفيجريشن اهي. نيجي البيهيفيرال افكتس، اللي بيخلي الولاد عندهم رغبه في البنات هو التستيرون، يبقى بيزود الليبيدو اللي هو الرغبه، وقلنا بيزود الاجريشن
مش قلنا تاثيره على البرين بيعمل اجريشن للولاد اكثر فظاظه اكثر عنفا واكتف اتيتيودز يعني ياخدوا مواقف اسهل من البنات. لما تسال ولد تعال انزل معايا مثلا نروح سينما بتاع ولد او يروح نازل معاك تسال بنت تعال بتسال زميلتها تعال نروح سينما تقول لها اسال دادي. عارف ليه دادي؟ عشان هو اللي عنده التستوستيرون اكتف اتيتيودز. يبقى ده الماسكولينايزنج افكت. ده بقى اللي بيكتبه معظمكم ياخد ربع النمره. اللي هو قسمناه الى برايمري سكس اورجان اللي هو التستس مهم للسبرماتوجينسيس، سكندري سكس اورجانز تقول مين مهم فيه التستوستيرون للاوائل ومين مهم الدايهيد تستوستيرون. التستوستيرون يحب الحاجات اللي جوه فيما خلى البروستيت. الدايهيد تستوستيرون اللي بره بينيس وسكروتم والبروستيت. السكندري سكس كاركترز تاخدهم من فوق لتحت هير معلومات من الحياه سكين لارينكس بودي كونفيجريشن اند بيهيفير افكتس. طيب نيجي عشان تاخد فول مارك بقى اوعى تنسى ان الصحه اللي انت فيها تعزى للتستوستيرون جنرال ميتابوليك افكت اهمهم بروتين انابوليزم. اليت الشباب يعود يوما المسلز تبقى قويه والبونز بسبب التستوستيرون. سكندري تو بروتين انابوليزم قلناها يا ولاد 100 مره عمر ما كان المسل بروتين بس. بروتين جواها مينرالز بوتاسيوم جوه وصوديوم بره. عمر ما كانت البونز بروتين بس فيها كالسيوم وفوسفورس. فاي هرمون يعمل بروتين انابوليزم الطالب النابه الواعي تاني عنوان محفوظ يبقى يعمل سولت اند ووتر تنشن. اي هرمون يعمل بروتين انابوليزم تاني حاجه تبقى سولت اند ووتر تنشن. اوعى تنسى بقى اللي جايه دي growth spirit then epiphyseal closure حاجات من الحياه يا ولاد. تلاقي ولد قصير ثم يجي في البلوغ لما يطلع التستوستيرون يطول وفجاه يروح يقف نموه. يبقى growth spirit يعني انطلاقه النمو followed by epiphyseal closure. حتى بقول عشان ما تنساش بطريقه فيها مزاح مين اللي بيوقف نموك بعد ما يعمل انطلاقه التستوستيرون وكذا في الفيميل اللي يعمل لها growth spirit الايستروجين ثم يعمل epiphyseal closure. بقول عشان بحكاية ما تنسهاش عشان كده الشخص اللي شالوا منه التسك اللي هم يسموه الخصيان يعني شالوا التسك بيبقوا اطول. يعني لو جبت identical twins يعني لو احضرت توأمين متماثلين ويوم ما تولد واحد فيهم شلت التسكلز الشخص اللي هو يعني متشال له التسكلز يبقى ما حصلوش كلوجر بيبس يبقى اطول طولر مع ان المفروض هما اتنين ايدنتيكال يبقى نفس الطول. يبقى التسكل يعمل انطلاقه في النمو لسه الاول جروث سبيريت هو اللي يخليك تم بسرعه وبعدين ابيفيزيال كلوجر. الاثنين ما تقولش الواحده بغير الثانيه جروث سبيريت ذن ابيفيزيال كلوجر. كمان بيكبر حجم الكيدني كبر الكيدني سايز ليه؟ يعني عاوز حد فيكم يفكر لما هناخد الايستروجين هنلاقيه مهم على البونز مش مهم على الماسل. الماسل في الميل اعلى كتير من الفيميل يعني التستوستيرون بيكبر الماسلز والبونز في الفيميل ايستروجين بونز بس. طب الماسل دي مش بتطلع كرياتين؟